السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا راح نكفي بدرس الفكتر، واليوم راح نحكي إذا عندي الأم أو يعني الاثنين فكتر مش مبلشين بنفس الحرف. يعني نحن قلنا إذا بدنا نرسم فكت أم كونستراكت أم لازم أسأل حالي سؤالين. الحرف اللي أنا بدي أرسمه اللي هو الأم موجود على طرف أو طرفين؟ لا، موجود على طرف، مش الحال. طيب السؤال الثاني، هل اثنين فكتر مبلشين بنفس الحرف؟ اكيد لا، فانا لازم اعملهم يكونوا مبلشين بنفس الحرف. هذا مبلش بالاي معناته لا يبلش هذا بالاي، انا لازم شو اقلب هذا الفكتر يعني يصير اي ام. بس ليصير اي ام شو انا بعكس الاشاره، يعني ماينس اي ام ايكوال 3 اوفر 2 اي بي. برجع بضرب الاثنين فكتر بماينس، اي ام ايكوال ماينس 3 اوفر 2 اي بي. إذا صاروا مبلشين بنفس الحرف معناته بروح برسم AB وبجزئه لمين؟ لجزئين. إذا رسمت AB وجزأته لجزئين، من الـ A بعد 3 لأوصل الـ M، بس لأنه عندي ناقص يعني عكس اتجاه، يعني بمشي عكس اتجاه الـ AB وبعد 3. 1 2 3 هاي الـ M. هلا رح ناخذ اكزامبل تاني. اول سؤال رح نسأله، الحرف اللي انا بدي ارسمه اللي هو الام موجود على طرف او طرفين؟ لا، بلاحظ انه هو موجود على طرفين فلازم اعمله موجود على طرف. طبعا لاعمله موجود على طرف هون بدي انا ادخل حرف. طبعا هون انا بدي ادخل حرف على الام بي، بس مش حيلا حرف انا بدخل على كيفي، لا، الحرف اللي هو موجود وين؟ بالطرف الاول اللي هو السي. لما انا هون بدخل السي بدخله بهالطريقه 2 على 3 بفتح اوس بقرأ MC plus CB، MC plus CB، عشان إذا جيت أرجع أجمع هذول الاثنين فكتر اللي صاروا عندي على شازلز رول منتهي بحرف ومبلش بنفسه، فيني أجمعهم كأنه السي بتروح بيطلع عندي MB، يعني برجع مكاني. فلا، بس بدي أدخل حرف بقرأه بهالشكل MC CB، برجع بعمل expand 2 over 3 MC plus 2 over 3 سي بي. طبعا هون بعمل عملت اكسباند هون 2 over 3 ام سي بلس 2 over 3 سي بي. اخذت 2 over 3 ام سي لعند الام سي لاجمعهم مع بعض، وحدت المخارج طلع عندي ام سي over 3 equal 2 over 3 سي بي. ضربت الايكويشن كلها ب 3 حتى اتخلص من الدينومينيتر من تحت، بقي عندي ام سي equal 2 سي بي. اذا صارت الام موجوده على طرف واحد. برجع بسأل السؤال الثاني، هل اثنين فكتر مبلشين بنفس الحرف؟ لا، معناته لازم اقلب ليبلشوا بنفس الحرف. هذا بقلبه بصير ناقص سي ام ايكوال 2 سي بي، بضرب الطرفين بناقص ليصير في عندي سي ام ايكوال 2 ماينس 2 سي بي. وبسأل حالي، طبعا صارت رسمتي جاهزة، ما في عندي فراكشن انا بحطه على واحد، فبروح برسم سي بي وهو جزء واحد. اذا رسمت انا سي بي وعملته جزء واحد، طبعا من السي بعد 2 لاوصل الام، طبعا اكيد ماينس يعني عكس اتجاه سي بي، يعني من السي بعد 2 بس عكس اتجاه سي بي وبوصل للام 1 2. اذا هاي الام. راح نشوف اكزامبل تاني، اعطيني ام اي، بدنا نرسم الام شرط الام اي ايكوال 1 اوفر 2 ام اي. طبعا كمان بدي اسال اول سؤال، الحرف اللي بدي ارسمه موجود على طرف او طرفين؟ لا، موجود على طرفين، بس يكون موجود على طرفين بدنا ندخل حرف ليصير موجود على طرف واحد. طبعا انا باجي هون بدي ادخل حرف مش على كيفي، موجود هو بالطرف الاول اللي هو مين؟ حرف اي. رحت دخلت طبعا على الام اي اي، بصير ام اي بلس اي اي، عملنا اكسباند وبرجع بجيب الام اي لعند الام اي هون لاجمعهم مع بعض بهالشكل ووحد المخارج لتعطيني ام اي اوفر 2 ايكوال 1 اوفر 2 اي اي. لاتخلص من الدينومينيتر بضرب كل الايكويشن ب 2 ليصير في عندي ام اي ايكوال اي اي. طبعا انتهينا من اول خطوه او من اول سؤال، بسال السؤال الثاني مبلشين بنفس الحرف؟ لا، فبروح بقلب الام اي ليصير ماينس اي ام حتى يصيروا يبلشوا بنفس الحرف. برجع بضرب الايكويشن بماينس بصير اي ام equal minus IA. صارت رسمتي جاهزة، طبعا هاي ما في شي يعني على واحد، معناته برسم IA
وهو جزء واحد الـ IA مثل ما شايفين هون، رحت رسمت IA جزء من الـ I، طبعا كمان بعد واحد بس بعكس اتجاه الـ IA لأوصل الـ M، بروح بعد واحد عكس اتجاه الـ IA لأوصل للـ M. سلام عليكم.